كيف عملتم على إغاثة غزة ولبنان طيلة هذه الفترة؟ منذ البدايات الأولى للعدوان الإسرائيلي على غزة، كنا إحنا كهلال أحمر عراقي وكحكومة عراقية أول المساندين لأهالينا في غزة، حيث نقلنا كميات كبيرة من المواد الإغاثية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية إلى غزة، بلغت لغاية اليوم أكثر من ما يقارب 1000 طن من المواد الغذائية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية. في لبنان منذ الشهر الرابع بعد الهجمات الكبيرة اللي على الإسرائيليين على جنوب لبنان، صار عملية نزوح بعض العوائل إلى شمال جنوب اللبناني. جاءنا طلب من الصليب الأحمر اللبناني، قال إنه عندنا عوائل كثيرة نريد مساعدات غذائية وإغاثية وأدوية. وصلنا لهم ما يقارب أكثر من 100 طن من المواد الغذائية والإغاثية والطبية حسب طلبهم، ووصلنا لهم إياه بسلام إلى لبنان بعد فتوى المرجعية أنه بإغاثة العوائل اللي موجودة في اللبنانية. كنا أول الناس اللي طيرت أول طيارة، يمكن احنا سبقنا الحشد بطيارة، أول طيارة كانت يوم 21/9 الساعة 8:30 تقريبا صباحا. كان هناك 20 طن من المواد الطبية والمستلزمات الطبية والأدوية المنقذة للحياة وصلت إلى لبنان بيروت، استلمتها وزارة الصحة اللبنانية بطلب من عندها، وكانت مشكوة يعني شكرت الحكومة العراقية والهلال الأحمر العراقي على الاستجابة السريعة لهذه العملية. بدأت المساعدات مستمرة، ثاني طيارة طيرنا 15 طن، إخوان بالحشد الشعبي كانوا أيضا معانا في أكثر من مجال، أكثر من طائرة طيروا، بقينا مستمرين لازالت الآن لحقيقة الآن إحنا نقدم مساعدات. يوم 27/9 قدمنا ما يقارب 350 طن من المواد عن طريق البر، لأنه الطيران بعد ما قدر يوصل إلى لبنان، وأيضا 34,850 بطانية كان هناك طلب من الحكومة اللبنانية والصليب الأحمر اللبناني، ووصلنا لهم إياه بسلام. بعد هذا صار تنسيق مع العتبات الحسينية ومع الأخوان في الحشد الشعبي، سيرنا 22 شاحنة مع العتبة الحسينية المقدسة وصلت إلى سوريا، وأيضا مع العتبة العباسية. إذن النقل لا يقتصر على المجال الجوي فقط، جوي وبري. لا، الجوي تقريبا انقطع لأنه حل الأوضاع اللي موجودة في مطار بيروت، فصار عن طريق البر. أنا البارحة جيت من سوريا، كنا مع العتبة العباسية المقدسة، سيرنا تقريبا 40 شاحنة بها مواد غذائية وإغاثية. احنا كان هدفنا الاساسي انه اذا لازم نقول لك الحمد لله على السلامه. الحمد لله رب العالمين، الحمد عندنا اكو قافلات اغاثه متجهه الى هناك تم قصفها بالفعل. شنو تفاصيل هذا الحدث؟ الحقيقه اول مره احنا كنا يعني حسب ما ابلغونا كانت هناك اكثر من طائره مسيره على الرتل مالنا اللي كان متجه الى سوريا، والحمد لله الله سترنا ما انقصفت هذا الرتال. بعد وصولنا إلى دمشق والسيدة زينب بالخصوص، أخذنا ساحة كبيرة وسوينا مطبخ متنقل كامل ثابت، قمنا نطبخ تقريبا 5000 وجبة ظهرا و 5000 وجبة مساء مع التنسيق مع العتبة العباسية المقدسة. وأيضا فتحنا وحدة ميدان طبية ثابتة بها 2 عيادات طبية متنقلة إضافة إلى 5 إسعافات. ايضا عندنا منذ البدايه الاولى لعمليه النزوح اللاجئين اللبنانيين سوينا مركز استقبال في منفذ القائم، وكان بعيادتين متنقله و5 اسعافات اضافه الى مركز لوجستي لاستقبال الاخوان اللاجئين اللبنانيين. قدمنا خدمات، لحد الان تقريبا في هذا المركز 200 حاله، 100 نقلناها الى مستشفى القائم ومستشفى الرمادي، و100 احنا عالجناها لان عندنا كوادر متخصصه. يعني وتشاءت صدف قبل 3 أيام إحدى الأخوات البنات اللي كانت حامل في شهرها الأخير وصلت إلى المنفذ، صارت عملية الولادة، نقلناها للمستشفى القائم، سبحان الله نفس اليوم سووا لها عملية قيصرية وولدت ولد من اللاجئين اللبنانيين.